والجنة لا يدخلها إلا متقي، الجنة ليست إلا للمتقين فقط، ولا تقوى بغير علم. ما ممكن أن يكون الإنسان متقيا وهو جاهل، ما ممكن. المتقي هو الذي يعرف كيف يعبد، هو الذي يعرف كيف يتوضأ، هو الذي يعرف كذا. لا يكون الإنسان متقيا وهو جاهل في أحكام الله، لأن هذا الإنسان إذا أراد عنده ما شاء الله الرغبة وكذا وكذا وكذا، ولكن عبادته كلها فاسدة. ما شروط قبول الأعمال؟ شرطا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لا بد أن يكون هذا العمل صالحا. إذا لم يكن العمل صالحا موافقا لقول الله ولتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل. أن يكون العمل صالحا موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يوجه هذه العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا الإنسان لو جاء إنسان يصلي صلاة ما شاء الله، خشوع وخضوع، ويعني لكن وضوءه باطل، وضوءه غير صحيح، هل تقبل هذه الصلاة؟ بذلكم الخشوع وتلك يعني الهدوء وذلكم الإتقان وذلكم علم جم فقه وأداء وإتقان، ولكن الوضوء غير صحيح. ونحن تكلمنا في بداية الدروس أننا أولا نهتم بالوضوء. كيف ينصرنا الله؟ يقال ذكرت لكم أن البعض قد يقول قائل: لماذا لا نتكلم في حال الأمة الإسلامية، ولماذا لا نتكلم في يعني المجتمعات، ولماذا لا نتكلم في كذا، ولماذا لا نتكلم في مشكلات الأمة الإسلامية ونحن جالسين نتكلم عن الوضوء والاغتسال والحيض والنفاس؟ ماذا الجواب؟ ما هو الرد عليه؟ كيف ينصرنا الله تعالى؟ كيف ينصرنا الله ونحن لا نتقن الصلاة؟ إذن أولا حتى نقف بأقدامنا على طريق وسبيل النصر والتمكين في الأرض، أن نعرف كيف نصلي. أما أننا لا نراعي هذا الوضوء ولا نعطيه حقه ولا نعرفه، لأننا في زمن حضارة. كيف حضارة؟ وقلنا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأحكام في كتابه العزيز، ذكر الحيض والنفاس والوضوء والتيمم. إن الإسلام منظومة شاملة نظمت حياة الإنسان من المعاشرة الزوجية إلى العلاقات الدولية، من المعاشرة الزوجية من على الفراش إلى العلاقات الزوجية، منظومة متكاملة. ما ممكن أن يقال بأن الإسلام يهمل بعض الجزئيات. فلابد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فهذا الإنسان إذا أتقن الوضوء ولكنه توجه بهذه العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان يدخل وهو يراعي الناس، وهو يتوجه بهذه العبادة للناس، هو إذا أراد أن يصلي للناس وحتى يراه الناس، ويصلي في هذا المسجد حتى يعني من أجل الناس. لا، المساجد لله. يصلي الإنسان ولا يراعي فلانا وعلان، وجبت عليك الصلاة هنا وجبت عليك الصلاة هنا. ولكن هذا الإنسان إذا كان هو في عبادته يراعي هذه القضية، نخشى على عبادته أنها مع أن وضوءه صحيح ويعني ما شاء الله، ولكن والصلاة صحيحة الظهر، ولكنها ما معلولة. ولهذا يقول الإمام أبو مسلم: مدعي الصلاة صلي واخشعي لله كي تصدق فيما تدعي، تأتي بها صحيحة الظواهر لكنها معلولة السرائر، تقيم صلبا كالعمود قائما، وترسل القلب الغفول سائما، أفي الصلاة وهي للدين عمد، تصدك الأكوان عن فرد الصمد. تقيم صلبا كالعمود قائما وترسل القلب الغفول سائما، ما هذه الصلاة يا مغرور، أم هذه تجارة تبور،
ما تبتغي بهذه الصلاة إلا التحلي بحلى التقات، لكي يقال عابد منيب بئس النصيب ذلك النصيب. هنيئا لك.